عبر المنصة العالمية للحساب الذهني وبمشاركة أكثر من 200 دولة حول العالم، أحرز فريق سوري من مدينة القامشلي المركز الأول في الأولمبيات العالمية للحساب الذهني ألبرتو كوتو المقامة في إسبانيا. اشتركنا ببطولة ألبرتو كوتو المقامة في إسبانيا أونلاين. طبعا شارك في هذه البطولة أكثر من 24 بلد، أكثر من 1200 طالب في كل المستويات. نحن مثلنا الفريق السوري الوحيد في هذه البطولة. طبعا كان عدد كبير من الطلاب والمدربين والبرامج. ضمت إسبانيا، فرنسا، تايلاند، الصين، الجزائر، مصر، المغرب، طبعا عدد كبير من الدول. الحمد لله استطعنا أن نأخذ مركزين أول، ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات. المشاركة هي المرة مختلفة جدا من حيث التنظيم، كانت منصة دولية استمرت لمدة 4 أشهر، كل يوم في تصنيف جديد للأبطال. من أول يوم دخلنا فيه كانت سوريا بالمركز الأول، وهذا الإنجاز كان فرح من أول الأيام، فرحة عارمة، فرحة بحجم وطن. هذا الجيل يستحق الأفضل، يستحق أكبر دعم. الفريق السوري حصل على ذهبيتان وفضيتين عن طريق المشاركان جاد البيوش وآرين ساكير، فيما أحرز المشاركان آزاد خلف ودارا جمال المركز الثاني، وأحرز كل من باسمه تامر جلال محمد وعائشة مامو المركز الثالث. أنا دارا وائل جمال من سوريا، حقق المركز الثاني عالمية بالقسمة 3 أرقام تقسيم رقم، و إنجاز عظيم. أنا باسمة تامر، حصلت على المركز الثالث في بطولة إسبانيا، ودخلت في المستوى المركب 10 جمع وطرح، وحصلت وحللت 146 عملية من أصل 150 في 12 دقيقة. أنا عزاد خلف من سوريا، بطل العالم في الحساب الثاني في بطولة مصر، والثاني على أوروبا، والثاني على تايوان، والثاني في بطولة ألبرتو كوتو في إسبانيا. أنا فخور بنفسي لأني حققت المركز الثاني. اسمي جلال محمد عباس، وحصلت على المركز الثالث في البطولة العالمية في إسبانيا. أنا آرين، أخذت المركز الأول ببطولة إسبانيا. المشاركين حصلوا على دبلوم من مركز التدريب الدولي في السويد ودعوة لمصر للتكريم من ألبرتو كوتو مؤسس المسابقة وبطل العالم للحساب الذهني. بشار الصغير للإخبارية السورية، مدينة القامشلي.